عليكم ورحمة الله وبركاته. الجولة 19 من دورينا الممتاز لكرة القدم لموسم 2017-2018، لقاء ما بين فريقي الشرطة مع الكهرباء، وبالتالي نتمنى أن يكون اللقاء لقاء ممتع. هنا حكم المباراة زيد ثامر، وبداية اللقاء والصافرة تنطلق، وعلى بركة الله كل التوفيق لفريق الشرطة ولفريق الكهرباء من خلال مباراة اليوم. نتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة. طبعا الوصيف فريق الشرطة حاضرة من خلال هذا اللقاء بتغيير على مستوى الأسماء، وبالتالي سأذكر هذه طبعا الأسماء والتشكيل لفريق الشرطة. الشرطة يدخل المباراة بأحمد باسل وعلي لطيف وعلي فاز وفيصل جاسم ونبيل صباح وحسين عبد الواحد ومهدي كامل، ولدينا ابراهام وعلامها وعلاء عبد الزهر ومهند علي. هذه تشكيلة باكيتا لهذا اللقاء. بالمقابل طبعا فريق الكهرباء يدخل للمباراة بعمار علي، ولدينا مونجي ولدينا اياد كريم وخلدون عزيز سيف حاتم وامين ساه وياسر نعيم ومصطفى علي، ولدينا ايضا محمد ابراهيم وعلام حسن وابو كوني. فريق الشرطة صاحب المركز السادس، الفريق الكهرباء والثاني الشرطة. طبعا لقاء اليوم تحدث عن المراكز وتحدث ايضا عن الاسماء الحاضرة من خلال هذا اللقاء. طبعا اليوم لدينا هداف دورينا ووصيف الهداف ايضا حاضرا من خلال مباراة اليوم، على اعتبار انه ابو كونيه حاضرا من خلال هذا اللقاء وايضا هو هداف للدوري، ولدينا الوصيف اللي هو ايضا حاضرا مهند علي. كل التوفيق لفريق الشرطة والكهرباء وايضا لمهاجمي الفريقين من خلال مباراة اليوم. جماهير الشرطة بكل تأكيد فريق الشرطة يعني هو قادم من خسارة، والجماهير من خلال هذا اللقاء تمني النفس بانتصار وايضا العودة للانتصارات، وبالتالي النقاط الثلاث، وينهي مشوار المرحلة الاولى بانتصار والنقاط ثلاث. زيد ثامر حكم المباراة، هنا علام هاوي، وفي اللقطة الماضية والخطأ لمصلحة ميسا. زيد ثامر حكم المباراة، ولدينا أكرم علي ودارة جلال حكم المساعد الثاني، والحكم الرابع محمد أحمد. كرة ملعوبة الآن لمصلحة فريق الكهرباء ولكنها مقطوعة، وهجوم الآن، هجوم عن طريق اللاعب إبراهام، وأيضا الكرة عن طريق نبيل ترسل عالية، وهجوم لمصلحة مهند وتسديد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت عن طريق مهند إلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي يعني هذه الكرة والمحاولة الاستلام الجميل وبعد ذلك التسديد بقدم يسارية قوية كانت ومرت بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي الكرة بهذه الطريقة يعني كانت تحسب لفريق الشرطة أول المحاولات، وبالتالي يعني مثل هذه الكرات نتمنى أن نشاهد العديد من الكرات وأيضا النوايا الهجومية الواضحة بالنسبة لفريق الشرطة منذ بداية اللقاء والدقائق الأولى، وبالتالي يعني فريق الشرطة وبالمقابل فريق الكهرباء، الفريق اللي من خلال هذا اللقاء ايضا بقيادة عباس عطية مدرب اللي بكل تأكيد يعني الكل يعلم بانه يعمل بامتياز مع فريق الكهرباء ويقدم مع فريق الكهرباء افضل ما لديهم من خلال هذا الموسم، وان كانت هنالك بعض المباريات طبعا كانت صعبة على فريق الكهرباء ما حقق بها نتائج مرضية كانت، ولكن أغلب المباريات كانت مرضية بالنسبة لإدارة الكهرباء لمدرب الكهرباء مع الكادر التدريبي مع بقية اللاعبين. كل التوفيق لفريق الكهرباء الذي أيضا يقدم يعني لغاية الآن مع نهاية المرحلة الأولى هو يقدم مستوى وعطاء جيد من خلال هذا اللقاء، أيضا يبحث عن النقاط الثلاث، ويعني كل فريق عندما يحضر أمام فريق جماهيري بكل تأكيد يعني وفريق جماهيري
وهو فريق من المقدمة، وبالتالي يحاول أن يكون حاضرا على مستوى الأداء، والنتيجة هي الأهم. يعني حتى إذا ما قدم باللقاء، ولكن النتيجة النقاط الثلاث تحصل النقاط أمام فريق الشرطة شيء جيد بالنسبة لفريق الكهرباء، كما كانت حاضرة أمام فريق الطلبة، هو فريق جماهيري آخر. لدينا الآن صافرة وخطأ. الإعادة، وبالتالي هنا حسين عبد الواحد تمرير الكرة. مهدي، ثلاثة أهداف لهذا اللاعب في دورينا لغاية الآن، وبالتالي هنا التمرير ولكن تبعد الكرة. عادت الآن لفريق الكهرباء عن طريق مصطفى علي. مصطفى يحاول لأبو كونيه الخطير، اللاعب اللي ممكن أن يسجل في أي لحظة، في أي كرة ممكن أن يسجل حضوره. المقابل أيضا يعني مهند علي، ابعاد عن طريق آيات كريم، وصلت لعلاء مهاوي رمية تماس. أربعة أهداف لمهاوي من خلال هذا الموسم. هنا كرة لفيصل، يحاول إرسال كرة عرضية ولكن تبعد الكرة في اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الملعب عن طريق مونجي اللاعب الواضح في الصورة. طريق مهدي ومهند باتجاه على عبد الزهرة، ولكن الكرة مقطوعة الآن وعادت هجوم الآن فيصل. هنا اللاعب الغاني إبراهام مرر الكرة، القادم من الدوري البلجيكي طبعا صاحب 23 سنة إبراهام، محترف غاني مع فريق الشرطة. طبعا أيضا لدينا على دكة البدلاء البرازيلي جيفرسون، وبالتالي هنا أيضا لاعب محترف اللي هو أبو كونيه اللي يقدم العطاء الملفت للنظر. يعني هو هداف دورينا لغاية الآن، وهو كرة وصلت للحارس عمار علي. طبعا الغيابات اليوم فريق الكهرباء بغياب لحارس المرمى، غياب للحارس محمد عباس، بالمقابل فريق الشرطة أيضا غياب هنا باكيتا وماركوس باكيتا، والأمور اللي لا تزال لغاية الآن بالنسبة لفريق الشرطة. طبعا جماهير فريق الشرطة غير راضية بكل تأكيد، يعني غير راضية عن النتائج، عن آخر مباريات، وبالتالي يعني هي تحاول من خلال حضورها هنا بطاقة صفراء راح تكون حاضرة من خلال حكم اللقاء، والبطاقة الصفراء الأولى زي ثامر، بطاقة الصفراء الأولى. طبعا كما ذكرت يعني أنه محمد عباس يغيب عن المباراة، وأيضا هنا الإعادة للكرة اللي كانت فيها الإعاقة حاضرة أو حكم المباراة، يعني كان قريب، وبالتالي يعني البطاقة كانت لمصطفى على ما أعتقد، لمصطفى علي بداعي التنفيذ. حكم المباراة كان هو الأقرب، وبالتالي هو كان قريب، وزيد أعطى بطاقة للاعب مصطفى علي بداعي التنفيذ. فريق الشرطة غيابات عديدة، كرار يغيب عن المباراة طبعا بحرمان من لجنة الانضباط، ولدينا هنا كرة رأسية ولكنها وصلت لعمار علي. غياب لعمار عبد الحسين، طبعا أيضا حرمان بحصوله لثلاث بطاقات. أكوتي مصاب، محمد حميد حرمان بعد الطرد في المباراة الماضية، وأيضا لديه حرمان للمباراة. هذه الأسماء اللي غابت بالنسبة لفريق الشرطة. أيضا يعني هنالك أسماء متواجدة على دكة البدلاء، هي كانت حاضرة في الأيام الأخيرة في المباريات الأخيرة
بالنسبة لفريق الشرطة تحدث عن أحمد محمد، حسام كاظم، ولي السالم، اليوم نشاهدها على دكة البدلاء مع أمجد وليد، مع جيفرسون، مع نيرمان خضر، هذه الأسماء، مع محمد محسن، هذه الأسماء فقط المتواجدة على دكة البدلاء بالنسبة لفريق الشرطة. هنا مصطفى وهنا مهاوي، و اللقطة الماضية ولدينا خطأ لمصلحة اللاعب مصطفى. دقائق العشر الأولى مرت بزمن الشوط الأول، يا من تتابع وتشاهد عبر قناة الرياضية العراقية في كل مكان، جولة التاسعة عشر من دورينا الممتاز لكرة القدم لموسم 2017-2018، طبعا ختام المرحلة الأولى. لغاية الآن التعادل بدون أهداف ما بين الفريقين. كرة ملعوبة الآن لحسين عبد الواحد، فيصل، تمرير الآن، هجوم، ومهاوي يحاول، مهاوي ولكن الكرة بعد ذلك تبعد من أمامه. تباطأ بلعب الكرة، كان ممكن أن يسدد الكرة يعني من الأولى، بينما مهند، والكرة بعد ذلك تبعد الآن، ويعود الهجوم لمصلحة فريق محمد إبراهيم، كان صاحب هدفين محمد إبراهيم مع فريق الكهرباء. محمد إبراهيم طبعا سجل حضوره من خلال مباريات فريق الكهرباء في مرمى نفط الوسط في المباراة الأولى لفريق الكهرباء لهذا الموسم، سجل حضوره في أول لقاء. كرة ملعوبة الآن، وصلت لعمار علي، خلدون، جماهير الشرطة، الشرطة اللي كان يعني بالمباراة الماضية كان قريب جدا بكل تأكيد يعني من الخروج من المباراة متعادلا، ولكن الخسارة كانت بعد ضياع ركلة الجزاء، وضياع ركلة الجزاء كبار اللاعبين طبعا، هنالك ضياع لركلات الجزاء من قبل أسماء مرت بتاريخ كرة القدم والكل يعلم، وبالتالي كرة القدم فوز وخسارة وتعادل. مباراة كانت ممتازة في الجولة الماضية، قدم فيها القوة الجوية مباراة كبيرة. كرة ملعوبة الآن، إبراهام، تمرير، وصلت لعلاء عبد الزهرة، علاء يحاول، علاء وتمرير الكرة طبعا علاء عبد الزهرة، وأهدافه مع فريق الشرطة 6 أهداف لعلاء. باكيتا، هنا مهاوي لفيصل، إبراهام الغاني، لمس الكرة وعرضية خطيرة ورأسية والثانية، ولكن ضاعت الكرة، علاء عبد الزهرة كان ممكن في الأولى والثانية، ولكن الكرة ضاعت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. فرصة خطيرة كانت، ولكن برافو إبراهام، مرر الكرة بهذه الطريقة، القائم بالمرة الأولى والثانية، علت العارضة إلى خارج أرضية الملعب لعلاء عبد الزهرة، وبالتالي هذه الفرصة الأخطر في المباراة لغاية الآن. هي الفرصة الأخطر في المباراة لغاية الآن، بينما الكهرباء بكونيه، ولدينا تمرير، وصلت لمحمد إبراهيم، يعود بالكرة على أم حسن، أمين ساه، ووصلت لأحمد باسل. أم حسن طبعا اللاعب القادم من نفط الوسط مع فريق الكهرباء الآن بالرقم 9. كرة ملعوبة الآن، عادت إلى الخلف، تمرير عن طريق علي لطيف، وصلت لجهة اليسار، هجوم لفريق الشرطة الآن، طالت وكرة طويلة إلى خارج أرضية الملعب. عباس عطية كما ذكرت في بداية المباراة، بينما هنا ياسر نعيم
وفيصل واضح في الصورة. ذكرت بأنه عباس عطية يقدم يعني مع فريق الكهرباء، الرجل اللي يعني ما يظهر بالاعلام بصوره مباشره، يعني ما نشاهد تصريحات كثيره عباس عطيه، ما نشاهد يعني ظهور بالاعلام، ولكن هو الرجل يعمل بطريقه ممتازه مع فريق الكهرباء. تحيه لعباس عطيه ولكل مدربينا طبعا المحليين اللي يقودون فرقنا من خلال دورينا. والله لدينا مدربين مميزين بصراحة، ولدينا مدربين يستحقون الثناء بكل تأكيد. بينما الكرة الآن ما خرجت ووصلت بعد ذلك لمهاوي، نقل الكرة وهجوم من أمام على عبد الزهرة، تبعد عن طريق أمين سهلة خارج أرضية الملعب، ولدينا ضربة ركنية الآن. أمين سهلة لاعب الواضح في الصورة، بينما هنا إبراهام لاعب القادم من نادي كور ترايك البلجيكي 23 سنة، اللاعب إبراهام. بينما مهدي كرة عرضية عالية تتهيأ داخل منطقة الجزاء، ولكنها وصلت وتترك إلى خارج أرضية الملعب، تترك إلى ركلة مرمى. الآن مباراة لغاية الآن، يعني أتحدث عن فرصة لمهند، تسديدة كانت قوية إلى خارج أرضية الملعب في بداية المباراة، وبعد ذلك كانت كرة علاء عبد الزهرة الرأسية اللي كانت بالقائم الأيسر للحارس لردها القائم الحارس عمار علي، والثانية كانت بمتابعة علاء عبد الزهرة أيضا وإلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة ملعوبة الآن، صافرة، خطأ لإبراهام، هنا الإعادة، دخول كان قوي بعض الشيء، وبالتالي ربما تكون هنالك بطاقة بهذه الكرة. على كل حال يبقى القرار لحكم المباراة زي ثامر، تابعين المباراة، الكل يتابع طبعا، الكل يحضر لمباريات كرة القدم، من عوالي اللاعبين، من مشجعين كبار السن والصغار والجنس اللطيف، والكل يحضر يتابع المباراة على المدرجات كما ذكرت، يعني إن كان من مشجعي النادي أو إن كان من عوائل بعض اللاعبين تحضر للملاعب لتشاهد أولادها، وبالتالي من التوفيق لجميع اللاعبين. مباراة لغاية الآن يعني هي المباراة، نعم فريق الكهرباء لغاية الآن يعني ما شاهدنا كرة خطيرة لفريق الكهرباء من خلال الدقائق التي مرت، ولكن فريق الكهرباء يعني نشاهد فريق الكهرباء تمركزه في وسط الملعب، وهنالك ضغط على حامل الكرة في مناطق الدفاع لفريق الكهرباء، وشاهد هنالك بعض الثغرات، يعني تشاهد هنالك بعض المساحات الحاضرة ما بين المدافعين لفريق الكهرباء، هذه ما سهلت مهمة فريق الشرطة بالحصول على الكرات الخطيرة، الكرتين الخطيرتين بالنسبة لفريق الشرطة عن طريق مهند علي وعلاء عبد الزهرة. نعم الفريق ما سجل، الشرطة ما سجل لغاية الآن، ولكن الفريق يعني وضوح أكثر في المباراة بالنسبة لنواياه من أجل الوصول لأول أهداف اللقاء. كرة ملعوبة الآن بجهة اليسار وعرضية وخطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكنها تبعد، تبعد الكرة، مرت الأولى ومرت من اللاعب الثاني، ولكن بعد ذلك محمد إبراهيم، يعني شوف الكرة الآن مرت من أمام على عبد الزهرة ومهند علي وحتى مهدي كامل، يعني ما وصلت لمهدي كامل، ولكن على عبد الزهرة كان ممكن أن يتعامل مع الكرة بشكل أفضل على اعتبار أنه هو كان اللاعب الأول الأقرب للكرة، وكان ممكن يكون تسديده أفضل وتمركزه أفضل، وبالتالي الكرة مرت بهذه الطريقة إلى ضربة ركنية.
وصلت لعمار علي حارس المرمى دقيقة 20 يا من تتابع وتشاهد عبر القناة الرياضية العراقية في كل مكان. لا أهداف لغاية الآن في لقاء الجولة 19 من دورينا الممتاز لكرة القدم لموسم 2017-2018. الشرطة والكهرباء لغاية الآن هم حبايب. خطأ لنبيل ولدينا ضربة حرة مباشرة الآن. خلدون هو من ارتكب الخطأ في اللقطة الماضية. خلدون عزيز وأكرم علي حكم المساعد الأول، واحد من الحكام المميزين طبيعة الحال، من الحكام الشباب. عاد والله لدينا يعني حكام شباب مميزين. حكم اللقاء زيد، واحد من الحكام الجيدين. نتحدث عن حكام الوسط يوسف سعيد، وكذلك ايضا لدينا كل يعلم بابداع مهند قاسم. ايضا حكام المساعدين لدينا العديد، منهم اليوم اكرم علي واحد من الحكام المساعدين مميزين. ولدينا الكل يعلم بانه مؤيد محمد علي وبقية الأسماء، أسماء كثيرة بصراحة كان على مستوى حكام الوسط أو الحكام المساعدين. سنوات الأخيرة لدينا أسماء ظهرت بشكل ممتاز، ولدينا أسماء يعني كرة القدم فيها أخطاء، وبالتالي الكل معرض للخطأ. ويعني إن كان نتحدث عن حكام الوسط وأيضا الحكام المساعدين في مباريات كرة القدم حاضرة الأخطاء، وبالتالي يعني مهند الآن سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. حكم الأفضل اللي أقل أخطاء بكل تأكيد، إذا ما كان الحكم أو المساعد الأقل أخطاء هم يعني الأفضل. هنا مهند لاعب اللي من خلال الجولات الماضية طبعا 9 أهداف لمهند، لاعب ممتاز، وبالتالي واحد من اللاعبين الشباب من نال التوفيق مع فريق الشرطة ومع منتخباتنا الوطنية مع بقية اللاعبين. كرة ملعوبة الآن، على مشارف الطخت الجزاء، ولكن الضربة الرأسية بعد ذلك تبعد، وصلت لمصطفى. مصطفى يحاول الآن، برافو لمهند، قطع الكرة. إبراهام يحاول مع مهند، مهند الآن يحاول يعود لإبراهام. إبراهام ومرور ممتاز، وبعد ذلك قطع للكرة وإبعاد عن طريق اللاعب ياسر نعيم. ياسر يتقدم، علي لطيف أقرب للكرة لعلي فاز. تمرير وهجوم الآن، هجوم لمصلحة الشرطة، وصلت لنبيل جهة اليسار، كرة عرضية ولكن الكرة اصطدت وأبعدت بعد ذلك، أبعدت الكرة. أفضل الشرطة استحواذ وانتشار جيد داخل أرضية الملعب. هنا لدينا رأي من الحكم المساعد الثاني دار جلال، وبالتالي هنا علاء محسن وباكيتا. أمور صعبة يعني لغاية الآن. نعم مركز ثاني، جماهير تطمح عندما تكون بمركز ثالث تطمح للوصول لمركز ثاني، عندما تكون بمركز ثاني تطمح للوصول للصدارة. وبكل تأكيد يعني جماهير الشرطة والتفكير، كل التفكير بأنهم محترفين وأسماء على مستوى كبير، أسماء مثلت المنتخبات الوطنية والآن حاضرة مع المنتخبات الوطنية، وبالتالي رأسية جول. أوه راية الحكم المساعد أكرم علي حاضرة، ولكن أيضا الرأسية كانت حاضرة، وبالتالي هنا الإعادة وحالة التسلل
ولدينا ضربة حرة غير مباشرة مع حضور حارس المرمى عمار علي في اللقطة الماضية، ولكن مهند حضوره في المباراة لغاية الآن تمركزه جيد مع علاء عبد الزارة، ضياع للفرص، وبالتالي كنت أتحدث عن الأسماء واللاعبين، وكما ذكرت جماهير تمني النفس بالوصول لصدارة الدوري، والبعض يعني مع أنه يعني تحدث لما تحدثنا عن مباريات الدوري والترتيب هنا الصافرة والخطأ دور طويل طلب ربما يعود ويكون في مراكز متقدمة، طلب اللي خسر من خلال هذه الجولة أمام أمانة بغداد، والطلب الذي يعاني من خلال هذا الموسم أيضا، قوة جوية اللي عاد بقوة من خلال مبارياته بكأس الاتحاد الآسيوي وأيضا بمباريات دورينا، الشرطة اللي أخفق في المباراة الماضية ولكنه يعني في الجولة الماضية ولكنه سيعود ويحاول أن يعود من خلال هذا اللقاء والمرحلة الثانية، الزوراء اللي تفوق ومتمسك بالصدارة يحاول أن يبقى بالصدارة، وبالتالي يعني نحن اليوم في بالمرحلة الأولى والجولة الأخيرة من المرحلة الأولى، وهنالك مرحلة ثانية كاملة تتغير الأمور، تتغير الثاني ربما يذهب لمركز أول، الثاني ربما يعود لمركز رابع أو خامس، مباريات كرة القدم وكرة القدم يعني لا تعرف كبير وصغير في جميع المباريات، وخصوصا في المرحلة الثانية مباريات تكون مهمة، تلعب على أرضك صعبة، تلعب في خارج أرضك صعبة، تذهب للمحافظات صعبة، وبالتالي الأمور راح تكون من خلال المرحلة الثانية صعبة جدا، بينما الكهرباء الآن اللي يحاول ولكن تمريره كانت خاطئة، كان ممكن أن يكون أفضل تمرير في اللقطة الماضية بالنسبة للاعب أمين ساح على ما أعتقد، والتمريره كانت قصيرة، وبعد ذلك عادت الآن، وهنا مهاوي علاء مهاوي اللاعب اللي سجل في مرمى النجف وسجل في مرمى السماوة هدفين وسجل في مرمى الصناعات الكهربائية هدف، هذه أهداف مهاوي من خلال هذا الموسم لغاية الآن مع فريق الشرطة، يطمح للمزيد لهدف خامس، يطمح لحضوره من خلال مباريات بشكل أفضل، بينما الكرة الآن وصلت لفريق الشرطة والهجوم يتواصل، إرسال كرة عالية، مهند محاولة الآن إبعاد للكرة، كرة إلى خارج أرضية الملعب أو ترسل الآن للأمام عن طريق حسين عبد الواحد، وصلت لمهند، مهند يحاول تقدم والمرور، وبعد ذلك الكرة تبعد ومقطوعة مرتدة الآن لفريق الكهرباء علاء محسن، تمرير الآن مصطفى من أمامه تبعد، عادت لخلدون، تمرير الكرة صافرة من قبل حكم المباراة، هنا زيد ثامر، بينما هنا علي لطيف مدافع فريق الشرطة، وفي اللقطة الأخيرة والكرة الأخيرة خطأ لعلاء حسن، وبالتالي ضربة حرة مباشرة الآن لخلدون عزيز، خلدون الآن على التنفيذ، بينما أبو كونيه ليسجل حضوره في بهاتريك بمباراتين، بينما المحاولة الآن مستمرة وأبو كونيه يحاول الحصول على ركلة جزاء، وبالتالي الكرة ملعوبة الآن، حكم المباراة عندما يكون قريب بكل تأكيد يعني تكون قرار فيها صعب، هنا أبو كونيه اللي طالب بركلة جزاء في اللقطة الماضية، هنا الإعادة كان مع علي،
مع علي فائز، بينما هنا الكرة عالية والرأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. على عبد الزارع، والرأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب. نصف ساعة والشرطة يحاول، يعني أعتقد بأن يعني هذه الكرة الرابعة لفريق الشرطة. مهند ثم على عبد الزهرة، وبعد ذلك أيضا مهند، والآن على عبد الزهرة أيضا. محاولات فريق الشرطة، بينما هنا أبو كوني اللي سجل هاتريك في مرمى الطلبة، يعني ولديه حضور في مرمى فريق جماهيري، وسجل هاتريك في مرمى السماوة أيضا. هنا أحمد باسل، اليوم أبو كونيه ما يبحث عن هاتريك، على الأقل يعني يبحث عن هدف من خلاله يذهب مع فريق الكهرباء لانتصار، أو ربما تكون الأمور مختلفة وليسجل حضوره ربما مهند علي وصيف الهداف ويذهب مع الشرطة إلى النقاط الثلاث. ننتظر وإياكم لغاية الآن، يعني الأمور أفضل بالنسبة لفريق الشرطة على مستوى الاستحواذ والخطورة والانتشار، ولكن من دون هدف. هنا الإعادة كانت، وعلام حسين كانت الإعادة لكرة علاء، بينما هنا التمرير الآن. محاولة كرة بجهة اليسار فريق الشرطة، والمحاولات مستمرة. كرة إلى خارج أرضية الملعب، لدينا ضربة ركنية. مهاوي، علاء مهاوي، هنا الإعادة للكرة الأخيرة، والكرة فيها إبعاد إلى خارج أرضية الملعب. ركنيات ثلاث، شرطة مقابل ولا ركنية لغاية الآن لفريق الكهرباء. كرة عرضية وصلت لعلي فاز، مهند، وكرة عرضية ولكنها تبعد عن طريق اللاعب مونجي. عادت لعلي فاز، علي يحاول، علي بكرة على الطرف الأيمن، ولكن الكرة تبعد عن طريق اللاعب ياسر نعيم، ولدينا ضربة ركنية الآن لمصلحة الشرطة. أربع ركنيات للشرطة، هذه الخامسة. كرات الثابتة، وعاد فريق الشرطة يعني يمتلك لاعبين يمتازون بطول قامة ولديهم امتياز أيضا بالكرات العالية، ولدينا ضربة رأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب عن طريق اللاعب علي فاز، اللاعب المتقدم بالكرات الثابتة. هنا الإعادة للكرة الماضية، والكرة مرت بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. راح تكون المباراة أجمل إذا ما حضر فيها الهدف. هدف للكهرباء، هدف للشرطة، إن كان حضوره من خلال، وأيضا يعني بكل تأكيد إذا ما كان في الشوط الأول يكون أفضل. راح تكون المباراة مختلفة، راح يكون الأداء مختلف بالنسبة لفريق الشرطة وحتى فريق الكهرباء. كرة ملعوبة الآن، أبو كونيه، تمرير، هجوم يتواصل لمحمد إبراهيم، يعود مرة أخرى، وصلت الآن، وهجوم لعلاء محسن، يعود بالكرة لياسر نعيم، مصطفى يحاول الآن، مصطفى يحاول، مصطفى مرور ممتاز من الأول والثاني، لكن بعد ذلك الإبعاد، والكرة أيضا طالت بعض الشيء على أقدام اللاعب مصطفى. إبراهام، مهاوي، على عبد الزهرة لمهند، وهنا ضربة رأسية عن طريق اللاعب مونجي يعود فيها لحارس المرمى عمار علي، أيضا من حراس الخبرة، أيضا هو من حراس الخبرة.
عمار علي، كرة وأراية من دارة جلال تشير لوجود خطأ لمصلحة فريق الكهرباء لمحمد إبراهيم. هنا محمد إبراهيم وبكرة مشتركة مع علي فاز، ولدينا خطأ. لقطة 9 الشرطة 5 الكهرباء. ضربة حرة مباشرة الآن، أحمد باسل بالصورة، وهنا أيضا لاعب فريق الكهرباء آيات كريم، بعض اللاعبين الشباب لفريق الكهرباء مميزين ويقدمون مباريات كبيرة. أحمد باسل حصوله على الكرة بشكل سهل جدا في اللقطة الماضية. وصلت الآن الكرة لنبيل، تمرير الآن، علي يعود بالكرة لأحمد باسل، علي لطيف أمامي الكرة، هجوم الآن لفريق الكهرباء، وصلت لهجوم خطير الآن لعلاء محسن، علاء يحاول، علاء 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 يحاول، ولكن الكرة بعد ذلك وصلت لأبو كونيه بالقوة المعهودة لهذا اللاعب والمعروفة لدى هذا اللاعب. أبو كونيه يمتاز بقوة جسمانية كبيرة وبالتالي يحافظ على كرته ويتحصل على خطأ في مكان خطير جدا. أحمد باسل حارس المرمى، وضربة حرة مباشرة الآن، زيد ثامر حكم المباراة يعيد حائط الصد، وأبو كونيه هو من سينفذ الخطأ، خطأ في مكان خطير يعني والله ممكن من هذه الكرة. هنا علاء عبد الزارع، علاء عبد الزهرة قريب حاط الصد، ايضا مهند علي، علي لطيف، بينما ابو كونيه بنظرات ابو كونيه الان ممكن لفريق الكهرباء، واحمد باسل ابعد الكرة في اللقطة الماضية، ولدينا رمية تماس حلوة لابو كونيه وحلوة لاحمد باسل اللي ابعد الكرة. محاولة كانت جيدة لفريق الكهرباء، ضربة حرة مباشرة كانت جيدة، التنفيذ كان جيد. أمامي الكرة الآن، وصلت لعلي فاز، جهة اليسار إبراهام، أمين ساه، ومهدي كامل، والكرة بعد ذلك هنا نبيل، رمية تماس الآن، وقت يمر، تحدث عن 6 إلى 7 دقائق الوقت المتبقي من زمن الشوط الأول، ولا أهداف لغاية الآن في لقاء الشرطة مع الكهرباء. ومهند بسرعة كبيرة وإرسال كرة عرضية متابعة من الجهة البعيدة، أو الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت من الجميع إلى الخارج، وهنا كرة أبو كونيه اللي حاول أن يضع الكرة على القائم البعيد، ولكن هي الجهة اللي كان يتواجد فيها الحارس أحمد باسل، وبالتالي أيضا كانت خطيرة وكان يعني ارتقاء بشكل ممتاز من قبل أحمد باسل، وردة فعل كانت سريعة وإبعاد للكرة، والإبعاد أيضا كان يعني على الجانب، الإبعاد كان بصورة ممتازة إلى رمية تماس، بينما هنا الكرة اللي وصلت لحارس المرمى عمار علي، حراس المرمى والشباك النظيفة لغاية الآن، شباك مرماهم نظيفة لغاية الآن. هنا الكرة اللي كانت في اللقطة الماضية لمهند علي، حكم المساعد أكرم علي كان حاضرا وبالتالي ما كان هنالك تسلل في اللقطة الماضية، طبعا القرار لحكم المباراة لحكم المساعد لحكم المباراة. هنا فيصل
وبعد ذلك من امام مهاوي كره تبعد علام حسن يحاول الان لفريق الكهرباء يعود لمصطفى مصطفى والمحاولات مستمره تغيير اتجاه اللعب من الجهه اليمين الى اليسار محاوله عن طريق اللاعب نبيل نقل الكره ربما تترك ولكن اقرب للاعب مونجي مونجي كوستروف وهنا سين عبد الواحد تمريره خاطئه في اللقطه الماضيه عادت لابو كونيه يعود الى وسط الملعب ابو كونيه ويبقي على علام حسن في المقدمه كره ملعوبه الان لفريق الكهرباء اللي يحاول وابو كونيه استقبال جيد للكره وبعد ذلك التمرير بينما هنا المحاوله مستمره والتسديد ولكنها مرت الى خارج ارضيه الملعب حلوه المحاوله اعتقد علام حسن نعم بالفعل علام حسن تحت نظرات عباس عطيه والمحاوله اللي كانت جيده بالنسبه لفريق الكهرباء طبعا هذه المحاوله الثانيه بعد محاوله ابو كونيه من ضربه حره مباشره الان محاوله عن طريق اللاعب علام حسن بينما هنا ابراهام الغاني عاد المحترف من خلال هذا اللقاء ما سجل حضوره على مستوى التسجيل ولا حتى اللاعب المحلي لاعبين المنتخبات ما سجلوا حضورهم وايضا لاعبين الشباب ما سجلوا حضورهم من خلال هذا اللقاء على مستوى التسجيل نتمنى ان يكون هدف وذكرت بانه اذا ما كان هدف في الشوط الاول كره تسديده اوهو جول للشرطه جول للعقرب هذا العقرب نعم بالفعل مهند علي يظهر الان وتظهر جماهيره وهدف جميل للشرطة هدف في الدقيقة 42 مهند علي ميم الآن يسجل أول أهداف اللقاء نعم هو يعرف يعني المرمى وبالتالي من كل كرة تشاهد مهند يسجل حضوره إن كان على مستوى التسجيل وإن كان على مستوى الخطورة فهنا العقرب يسجل أول أهداف المباراة مهند علي يسجل حضوره بهدف جميل استلام ومن ثم الله 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 على روعة الهدف الله على جمال الهدف كرة كانت بالعارضة وبعد ذلك تستقر بشباك الحارس عمار علي وهدف من الأهداف الجميلة هدف من الأهداف الرائعة اللي سجلت حضوره من خلال دورينا لهذا الموسم من خلال مباريات المرحلة الأولى ومهند اللي سجل حضوره من خلال 9 أهداف نتحدث عن أغلب أهدافه هي جميلة وبالتالي يسجل 10 أهداف الآن يتساوى مع أبو كونيه يتساوى مع أبو كونيه وبالتالي لدينا فرصة ممكن أن يسجل حضوره من خلال هذا اللقاء وبعد اللقاء يكون هو على مستوى صدارة الهدافين أو أبو كونيه يسجل هدف رقم 11 ويذهب لصدارة الهدافين الآن 10 بـ10 الأهداف 10 بـ10 على مستوى الهدافين ولكن من خلال هذا اللقاء هدف للشرطة مقابل لا شيء لفريق الكهرباء وجاء الهدف عن طريق اللاعب مهند علي في الدقيقة 42 صافرة وخطأ لأبو كونيه الآن في مكان أيضا يعني بعيدة بعض الشيء ولكنها أيضا خطيرة يعني من خلال في مثل هكذا أماكن ممكن أن يسجل لاعب هنا الخطأ إبراهام هو من ارتكب الخطأ في اللقطة الماضية خطأ الآن أيضا أبو كونيه هو من راح ينفذ اعتقد بانه يعني الثواني الاخيره وابو كونيه وعازم على التسجيل من خلال هذا اللقاء ما قبل هدف مهند كان عازم على التسجيل عاد الان مهند تساوى مع ابو كونيه ابو كونيه الان
يريد أن يعيد الفارق ويعود بالمباراة إلى التعادل، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب ترسل بهذه الطريقة. الثواني الأخيرة عدا الوقت المحتسب بدل الضائع لهذا الشوط، الشوط الأول، وبالتالي ذكرنا الهدف وجاء الهدف، تمنينا أن يكون هدف حاضرا وجاء الهدف، والهدف الآن حاضر، سيكون بكل تأكيد الشوط الثاني أكثر إثارة، الشوط الثاني سيكون ممتاز بالنسبة لفريق الشرطة والكهرباء. عاد الكهرباء يريد أن يعود، والشرطة يريد أن يضيف ثاني أو يبقى على هذه النتيجة، والنقاط الثلاث هي الأهم من خلال، خصوصا وأنت تلعب بختام المرحلة الأولى، خصوصا وأنت قادم من خسارة ومبارياتك الأخيرة نتائج غير مرضية بالنسبة للجماهير اللي كانت واضحة في الصورة، وبالتالي أنت فريق جماهيري وبالمركز الثاني تحاول الاقتراب من فريق الزوراء اللي لا زال متمسك في الصدارة، والقوة الجوية كما ذكرت هو القادم بقوة بعد ذلك، وفرق أخرى سأتحدث عن جدول الترتيب في الشوط الثاني، وسأتحدث عن جميع الفرق بالتفصيل ومبارياتهم الأخيرة، وكل فريق وطموحات كل فريق من خلال المرحلة الثانية، سأتحدث عن جميع الفرق في الشوط الثاني إن شاء الله. دقيقة واحدة الوقت المحتسب بدل الضائع. زيد ثامر حكم المباراة. هنا إبراهام. كرة في وسط الملعب. أعتقد راح تكون الأخيرة لهذا الشوط، الشوط الأول. وصلت لأحمد باسل، ولكن لدينا ضربة حرة غير مباشرة الآن. لقد بوكونيه كان في موقف تسلل، وبالتالي زيد ثامر وضربة حرة غير مباشرة. الشوط الأول خلاص. الشوط الأول خلاص. وبالتالي تطلق الصافرة الآن من قبل حكم المباراة السيد زيد ثامر، وتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب مهند علي، جاء الهدف في الدقيقة 42. حتى ألتقيكم في الشوط الثاني، إلى ذلك الحين إلى اللقاء. عودة للزميل العزيز محمد صبري. هدف كان جميل، هدف كان رائع، أنهى من خلاله الشوط الأول فريق الشرطة متقدما بالنتيجة. إذن هنا الشوط الثاني، وهنا زيد ثامر حكم اللقاء، وبالتالي نتمنى أن يكون الشوط الثاني شوط أفضل من الشوط الأول. كنا في الشوط الأول نتمنى أن يكون حضورا لهدف، جاء الهدف في الشوط الأول، على هذا الأساس ممكن أن يكون الشوط الثاني شوط يعني من خلال فريق الكهرباء للعودة للتعديل، يسجل حضوره من خلال التعادل والعودة إلى نقطة البداية بالنسبة للمباراة، والشرطة يفكر بهدف ثاني لتعزيز الهدف الأول وتأكيد الانتصار، أو ربما يبقى المباراة على ما هي عليه. ننتظر هذا الشوط الثاني اللي نتمنى. أوهو! جول! هدف عالمي للكهرباء، هدف عالمي عالمي، مصطفى علي، مصطفى علي يسجل هدف من الأهداف الجميلة عبر للقارات مع بداية الشوط الثاني. هدف جميل ورائع عن طريق مصطفى علي، يسجل حضوره من خلال هذا اللقاء، ولكن البطاقة الحمراء الآن، حمراء الآن لديك بطاقة في الشوط الأول. طبعا فرحة الهدف، والله فرحة الهدف بكل تأكيد، بكل تأكيد جعلت يعني اللاعب بدون دراية كبيرة بأنه لديه بطاقة في الشوط الأول، ولكن يتلقى الآن البطاقة الثانية، وياهو هدف جميل، هدف رائع مع بداية الشوط الثاني، هدف من الأهداف الجميلة. عاد اليوم مباراة الشرطة والكهرباء وأهداف اللقاء، هدف
لميمي اكثر من رائع، وهدف هنا للاعب مصطفى علي ايضا اكثر من رائع. نتمنى ان يعود الهدف الان بالاعاده الهدف الجميل مع بدايه وانطلاقه هذا الشوط، الشوط الثاني، وبالتالي هدف مقابل هدف الان. عادت المباراه كما ذكرت بانه الكهرباء يريد من خلال الشوط الثاني، يريد من خلال الشوط الثاني ان يعود المباراه الى نقطة البداية، يريد ان يتعادل او ربما الشرطة يحافظ، ولكن جاء الرد سريع وجاءت الاجابة سريعة من قبل مصطفى علي وسجل هدف من الاهداف الجميلة، هدف من الاهداف الرائعة. وبالتالي الكهرباء الان يعود، وباكيتا ونظرات باكيتا كالمعتاد بهذه الطريقة، بنفس الطريقة التي ينظر بها باكيتا. وبالتالي الشوط الثاني شوط المدربين لغاية الآن عباس عطية، والشوط الأول كان فريق الشرطة وباكيتا، ربما الآن يعني في الدقائق القادمة راح يكون فريق الشرطة له حضور وباكيتا له حضور من خلال يعني ننتظر دقائق. الشوط الثاني بكل تأكيد راح يكون أجمل من الشوط الأول، وهو واضح من البداية، واضح من بداية هذا الشوط. الشوط الثاني يشير وربما يعني كل العلامات تشير إلى أنه سيكون شوط مختلف عن الشوط الأول. كرة ملعوبة الآن، إبعاد عن طريق أميسا، تمرير للكرة صافرة وخطأ الآن. لغاية الآن ما شاهدنا الهدف بإعادة، إعادة لهدف المباراة، هدف التعادل بالنسبة لفريق الكهرباء لغاية الآن ما شاهدنا. بينما نبيل الآن، نبيل بإرسال الكرة، وبعد ذلك تبعد الآن عالية للأمام. علي فاز، أحمد باسل، تمرير الآن علي لطيف، حسين عبد الواحد، تمرير إلى جهة اليمين، وبعد ذلك الكرة في الوسط الآن، هجوم مرتد عن طريق ياسر نعيم. أمين ساه بكرة أمامية ولكنها طالت إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس وصلت لإبراهام. هجوم الآن عن طريق مهدي كامل، وصلت لمهند، سدد الكرة ولكنها لا خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب، هنا مهند علي، لاعب اللي يمتاز بقوة جسمانية وتسديد قوي. مباراة فيها هدفين لغاية الآن، من أجمل الأهداف، من أجمل الأهداف اللي سجلت في دورينا، أهداف جميلة ورائعة. وبكل تأكيد يعني مباراة نتمنى في الدقائق القادمة أن يزداد عدد الأهداف، يزداد عدد الأهداف، ونتمنى أن يكون يعني جمال الأهداف أيضا حاضرا كما شاهدناه بهدف أول وهدف التعادل. هنا أبو كوني لاعب فريق الكهرباء، بينما هنا البدلاء لفريق الشرطة. علام حسين يترك المباراة، وعلي محسن يشارك الآن، علي محسن يشارك بديلا لعلاء محسن، تغيير الأول لعباس عطية مدرب فريق الكهرباء. عالية الكرة والضربة الرأسية وصلت لأبو كونيه ولكنها تبعد عن طريق علي فاز. حسين عبد الواحد، إبراهام، هجوم الآن، حكم المباراة زيد ثامر أشار لاستمرارية اللعب. بعد ذلك الكرة، هنا سقوط لدينا أعتقد بكوني، سنشاهد بكل تأكيد إذا ما كان هنالك يعني ضرب وبطاقة حمراء لعلي لطيف، بطاقة حمراء
علي لطيف على ما اعتقد. سنشاهد الحالة بالإعادة، اعتقد بأن هنالك كان ضرب ربما، والحكم المساعد أكرم علي ربما هو من شاهد. وعلي لطيف الطاقات الحمراء الآن حضرت، من قبلها كانت لمصطفى علي لاعب فريق الكهرباء، والآن علي لطيف يطرد في الدقيقة 53. دقيقة 53 إذن طرد علي لطيف بطاقة حمراء مباشرة من قبل حكم المباراة زيد ثامر. ناقص العدد فريق الشرطة والكهرباء، واستكمال المباراة والدقائق المتبقية من زمن الشوط الثاني، وأبو كونيه على التنفيذ الآن. ضربة حرة مباشرة لأبو كونيه، تسديد الكرة بشكل مباشر ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا زيد ثامر وأيضا أبو كونيه، والكرة الأخيرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة ملعوبة الآن، تمرير وصلت لعلي فاز، مرر الكرة، حكم المباراة قريب أشار لاستمرارية اللعب. هجوم للكهرباء الآن، هجوم خطير، هجوم خطير الآن، هجوم خطير، والكرة وصلت لمحمد إبراهيم. محمد إبراهيم عرضية عالية، وأحمد باسل في اللقطة الماضية، أحمد باسل في اللقطة الماضية كرة في وسط الملعب الآن. حسين عبد الواحد، علام هاوي، مهدي كامل، ولدينا صافرة وخطأ. مهدي كامل وصافرة ولدينا خطأ، ولدينا بطاقة صفراء اعتقد من ساعة. نعم بالفعل بطاقة صفراء الآن لأمنساه، ولدينا ضربة حرة. ضربة حرة مباشرة الآن في مكان خطير لفريق الشرطة في الدقيقة 55 من عمر المباراة، 10 دقائق مرت من زمن الشوط الثاني، ولدينا خطأ الآن في مكان خطير لفريق الشرطة الباحث عن هدف ثاني، الباحث عن هدف ثاني، فريق اللي يحاول أن يتقدم لمرة ثانية، ولكن الكرة تبعد بعد ذلك، عادت لفيصل. فيصل وصلت لعمار علي حارس المرمى، عمار علي حارس المرمى. طبعا الشرطة من خلال هدف اليوم، هدف هذا اللاعب الواضح في الصورة مهند علي، يصل للهدف رقم 32 وعشرة أهداف للاعب مهند علي بصدارة الهدافين مع اللاعب أبو كوني. شرطة لغاية الآن من خلال هذا التعادل، والتعادل السابع في الدوري على اعتبار ان الفريق لديه 6 تعادلات ولديه 11 انتصار. فريق الشرطة عاد من هذا اللقاء سيخرج بالانتصار 12 او تعادل 7 او خسارة ثانية. ننتظر هذا اللقاء وننتظر النتيجة، لغاية الآن هي تعادل 7 للشرطة، وهو التعادل 8 لفريق الكهرباء. إلا إذا أبو كونيه الآن يحاول، هي الكرة وتسديدة كانت بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب. خطرين فريق الكهرباء، خطر جدا من خلال الكرات المرتدة، خطر جدا من خلال الكرات المرتدة، واضحة خطورة، وبالتالي
كرة إلى جهة اليمين، عادت إلى حسين عبد الواحد، تمرير الكرة، محاولة ولا تزال المحاولات مستمرة بالنسبة لفريق الشرطة في وسط الملعب. حسين عبد الواحد، هاوي، مهدي، تمرير الكرة ولكنها وصلت لحارس المرمى. طبعا فريق الكهرباء هو قادم من تعادل بدون اهداف امام نادي الحسين. ومن خلال هذه الجولة نادي الحسين اللي حقق انتصار على كربلاء وفوز مهم في ملعب كربلاء. ما قبل هذا اللقاء ايضا نفط الجنوب حقق انتصار على حساب السماوة. وفريق النجف اللي حقق انتصار ايضا من خلال هذه الجولة مع فريق أمانة بغداد اللي حقق انتصار من خلال هذه الجولة. هذه مباريات وتبقى مباريات أيضا. طبعا فريق القوة الجوية راح يواجه فريق نفط الوسط في أيضا لقاء مهم بالنسبة لكلا الفريقين، مباريات مهمة. مواجهة لفريق القوة الجوية مع نفط الوسط، طبعا البحري مع الحدود، الزوراء مع النفط. وأيضا من خلال مباريات هذه الجولة طبعا لدينا انتصار مهم للسفانة لفريق الميناء اللي نتمنى له العودة ب إبداع متواصل ونتائج مميزة. طبعا هو حقق انتصار هنا في بغداد على حساب الصناعات الكهربائية اللي تفوق من خلال الجولات الماضية، وكان له حضور ممتاز فريق الصناعات الكهربائية من خلال الجولات الأخيرة، ولكنه يسقط أمام الميناء وهنا في بغداد بهدفين مقابل هدف واحد بعد عودة فريق الميناء إلى سكة الانتصارات. كل التوفيق لفريق الميناء من خلال المباريات القادمة وأيضا لفريق الصناعات الكهربائية. فوز طبعا لفريق زاخو أيضا على الديوانية، وكما ذكرت أمانة بغداد على الطلبة. هذه النتائج والمباريات القادمة بالنسبة لباقي الفرق من خلال هذه الجولة. هنا ضربة رأسية ولكنها مرت، حكم المباراة أشار لوجود ضربة ركنية. 39 نقطة لفريق الشرطة بينما الزوراء 46 في الصدارة. والكرة خطيرة، جول، أوه، راية وتسلل، ومهند مرة أخرى لضربة رأسية ولكنها كانت في العارضة، وأيضا من قبلها كانت راية حاضرة وضربة حرة غير مباشرة. كان في موقف تسلل مهند علي، سنشاهد بطبيعة الحال. ما شاهدنا الإعادة لكرة الهدف، هدف التعديل. كرة ملعوبة الآن، هدف الجميل للاعب مصطفى علي لاعب فريق الكهرباء، هدف التعادل. كرة ملعوبة الآن، صافرة وخطأ. هنا الإعادة ومهند، والراية كانت حاضرة من دار جلال، وضربة حرة غير مباشرة كانت لفريق الكهرباء. يبقى فريق الشرطة أكثر استحواذ امتلاكا للكرة من خلال الشوط الأول وحتى الشوط الثاني في غاية الآن. علي فايز، فيصل، هجوم الآن، تمرير للكرة، هجوم لمصلحة الشرطة الآن، محاولات مستمرة، والكرة عرضية عالية ولكن
الكرة بعد ذلك تبعد ومن ثم خلدون أبعد الكرة للأمام. فيصل مع أبو كونيه، أبو كونيه الحصول على الكرة بعث عن زميل يعود إلى الخلف. تمرير الآن ياسر، ياسر ياسر تمرير، الله 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 يا محمد إبراهيم، وبعد ذلك وصلت لأحمد باسل التمريرة. والله يعني تمريرة وحدها بجول، تمريرة أكثر من رائعة، تمريرة ذكية، وكانت نظرات رائعة على ما أعتقد ياسر نعيم هو من مرر الكرة، ولكن محمد إبراهيم بالأولى مر صح، كان ممكن أن يسدد. هنا محمد إبراهيم لاعب فريق الكهرباء، الأولى صح، الثانية كان ممكن، هنا التمريرة الرائعة وهنا الأولى مرت صح، ممكن التسديد كان ما قبل التدخل من فيصل وعلي فاز. هنا لمسة يد وخطأ الآن لمصلحة الكهرباء. مهدي كامل لاعب الواضح في الصورة، مهدي لاعب اللي سجل على الطلبة وسجل على أمانة بغداد وسجل على نفط ميسان، 3 أهداف لمهدي. عمر عدنان بديلا ل مساء، يترك أرضية الملعب والبديل عمر عدنان. تغييرات بالنسبة للمدرب عباس عطية، ولدينا خطأ الآن. هنا حكم المباراة زي ثامر، ولدينا خطأ، ضربة حرة مباشرة الآن لفريق الكهرباء. عمار علي حارس المرمى، هنا كرة ملعوبة الآن لمصلحة فريق الشرطة على عبد الزهرة، وصلت كرة إلى جهة اليمين، ولدينا خطأ لمصلحة الكهرباء. علاء مهاوي واحتراف في اللقطة الأخيرة، أعتقد بأنه كانت لمسة يد على علاء. يبقى القرار لحكم المباراة، وهنا محمد إبراهيم اللي أضاع فرصة هدف ثاني. أمامية الكرة الآن، أبو كونيه يحاول، فيصل أقرب للكرة إلى رمية التماس، علي فاز، حسين عبد الواحد. طبعا لقاءات الفريقين 14 لقاء من موسم 2007-2008 وصولا للقاء الموسم الماضي. 4 انتصارات للشرطة مقابل 2 انتصار لفريق الكهرباء. هنا علاء عبد الزهرة، لاعب اللي سجل على البحري 2 هدف، طبعا علاء عبد الزهرة سجل على البحري 2 هدف، على الديوانية 1 هدف، وعلى النجف 1 هدف، على السماوة 2 هدف، 6 أهداف لعلاء عبد الزهرة. لقاء لغاية الآن أتحدث عن التعادل 9 بتاريخ لقاءات الفريقين. أمجد وليد بديلا لعلاء مهاوي، أمجد بديلا لعلاء مهاوي، تغيير لباكيتا، تغيير لماركوس، وبالتالي التغييرات مستمرة من أجل طبعا فريق الشرطة من أجل الوصول لهدف ثاني، بينما الكهرباء سيحاول أن يبقي النتيجة على ما هي عليه، نتيجة بهدف مقابل هدف أمام الشرطة، ولكن هي غير مرضية للشرطة ولا حتى لجماهير الشرطة.
كرة ملعوبة الآن جهة اليمين، عادت الكرة، ثمان تعادلات سابقة بتاريخ لقاءات الفريقين. بينما الكرة الآن وصلت لأمجد، ولكن لدينا راية مع الكرة الأولى، راية من دار جلال حكم المساعد الثاني، وأمجد وريد في موقف تسلل. ضربة حرة غير مباشرة كانت، ولكن شوف الاستحواذ لفريق الشرطة واضح بشكل كبير، الاستحواذ لفريق الشرطة. كرة ملعوبة الآن لأمجد، محاولة عن طريق نبيل، حاول تقدم المرور، تمرير لإبراهام، هجوم فيصل، إبراهام، محاولة مستمرة، ركلة مرمى الآن. حكم المباراة زيد ثامر، ولدينا حسام كاظم سيشارك الآن، سيشارك الآن مع فريق الشرطة. التغييرات مستمرة والنتيجة على ما هي عليه لغاية الآن. طبعا هي نتيجة الشوط الأول متقدم، كان الشرطة بهدف، سجل بنهاية الشوط الأول الشرطة هدف عن طريق اللاعب مهند علي، وتعادل فريق الكهرباء مع بداية الشوط الثاني. نبيل، تمرير للكرة، هنا تغيير اتجاه اللعب إلى الجهة البعيدة، محاولة الآن وصلت لنبيل، مهدي أمامية، ولكن الكرة وصلت لحارس المرمى، وصلت للحارس عمار علي، حارس مرمى فريق الكهرباء. طبعا الشرطة من خلال هذا الموسم ومبارياته وانتصاراته، فالفوز حقق الشرطة هذا الموسم على النجف بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وعلى السماوة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وبنفس النتيجة على البحري. هذه أكبر انتصارات كانت بالنسبة لفريق الشرطة من خلال هذا الموسم. بالمقابل فريق الكهرباء سجل انتصار على فريق جماهير اللي هو فريق الطلبة، وكانت النتيجة الأكبر على مستوى الانتصارات بالنسبة لفريق الكهرباء بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة اللي سجل من خلالها أبو كونيه هاتريك بحضوره لأول هاتريك من خلال هذا الموسم، بعد ذلك سجل حضوره بهاتريك أمام السماء. ونبيل يترك أرضية الملعب، حسام كاظم هو من يشارك من خلال اللقطة الماضية. كرة ملعوبة الآن وصلت لهجوم، كرة عرضية ولكنها تصل لحارس المرمى، الكرات الخطيرة في الشوط الأول لفريق الشرطة كانت أفضل، يعني تحدث عن كرات على عبد الزهرة كانت خطيرة بأكثر بكرة أو كرتين، مهند علي بكرتين أيضا ولديه أيضا هدف، يعني الشوط الأول كان أفضل فريق الشرطة. إذا ما تحدثنا عن الاستحواذ، نعم الاستحواذ الشوط الثاني مشابه للشوط الأول، ولكن هنا 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 يأتي أخيرا هدف التعادل والإعادة لهدف التعادل. أحمد باسل طار للكرة، ولكن واضحة الكرة وواضحة التسديدة ما منها، كرة إلى داخل الشباك، خلاص واضحة التسديدة، تسديدة جول، حاول مع أحمد باسل ولكن كانت صعبة، وهدف كان جميل لمصطفى علي. كرة ملعوبة الآن لحسام، تغييرات مستمرة، وبالتالي كرة إلى جهة اليمين عرضية داخل منطقة الجزاء ولكنها تبعد بضربة رأسية، يحاول إرسال الكرة ولكنها وصلت لعمار،
تغييرات على ما اعتقد مراد محمد هو من شارك بدينا لمحمد ابراهيم. سنشاهد التغيير اللي كان حاضر بالنسبة لفريق الكهرباء. كرة من عبلان لفريق الشرطة والبحث عن الكرة. اوه السلام لحارس المرمى ولاعب فريق الشرطة. السلام يا عمار مع مهند في اللقطة الماضية، وبالتالي هنا الإعادة. السلام السلام يا عمار، أتمنى تكون سليمة. بطاقة صفراء لمهند، أتمنى تمر بسلام على الحارس عمار علي. تعادل بهدف مقابل هدف لغاية الآن. نهاية الشوط الأول سجل حضوره مهند علي، وبداية الشوط الثاني سجل حضوره مصطفى علي لفريق الكهرباء بهدف التعادل. دقيقة 74، هنا جيفرسون البرازيلي يشارك الآن مع فريق الشرطة. محاولات من أجل الوصول لهدف ثاني بكل تأكيد لباكيتا. طبعا آخر هدف للشرطة في مرمى الكهرباء الموسم الماضي المرحلة الأولى هدف أمجد كلف، وآخر هدف لفريق الكهرباء يعود لموسم 2012-2013 مباراة الواحد واحد. في يومها سجل الكهرباء مصطفى جودة من ركلة جزاء. عاد أتحدث عن موسم 2012-2013 فريق الكهرباء كان آخر هدف عن طريق مصطفى جودة في مرمى الشرطة. المباراة انتهت بهدف مقابل هدف. هنا أمجد وليدي واضح في الصورة، ولكن أول ثلاث لقاءات جمعت الفريقين، ما سجل فريق انتصار على حساب الفريق الآخر. أول ثلاث لقاءات كانت انتهت بالتعادل ما بين السلبية والإيجابية، ولكن اللقاء الرابع كان أول فوز الشرطة بهدفين مقابل لا شيء بموسم 2008-2009 عن طريق أحمد شاسب وبشار سعد. أحمد شاسب وبشار سعد في تلك المباراة سجلوا أهداف الشرطة بموسم 2008-2009 في اللقاء الرابع اللي يجمع الفريقين. وأول فوز للكهرباء يعود إلى موسم 2010-2011 في يومها كان عاد لقاء كان واحد من اللقاءات الكبيرة بالنسبة لفريق الكهرباء، لقاء اللي سجل من خلال فريق الكهرباء ثلاثة أهداف في مرمى الشرطة في مباراة 3-0. أحمد حسن حنش سجل في تلك المباراة هدف، وأحمد كاظم عباس هدفين. كرة ملعوبة الآن وصلت لفيصل، هنا التمرير وبعد ذلك المحاولة مستمرة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أمجد ومن سدد والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هنا حسام، هنا بوكونيه، فيصل واضح في الصورة. أكثر انتصارات لغاية الآن هو الزورابي 14 انتصار، فريق اللي ما خسر لغاية الآن، هو صاحب أقوى خط هجوم أيضا لغاية الآن ب 33 هدف، على اعتبار أنه الشرطة الآن بالمركز الثاني على مستوى
الأقوى لخط الهجوم ب 32 هدف، ولكن الزوراء لديه مباراة متبقية مع النفط، ربما يسجل حضوره أيضا من خلال تلك المباراة، مع أنها مباراة صعبة نهاية مرحلة، وأيضا أمام فريق مميز اللي هو فريق النفط بقيادة بالتأكيد المدرب أيضا المميز السيد حسن أحمد. الآن عادل صدارة الهدافين 10 أهداف كما ذكرت ما بين بكونيه ومهند علي، ولكن أمجد راضي من الجوية مع حمادي لكل لاعب 9 أهداف، ولدينا منار طه، ولدينا أيضا 9 أهداف لمنار لاعب الصناعات الكهربائية حكم المباراة مع أمجد وليد. كرة ملعوبة الآن لفيصل، مرور ممتاز على عبد الزهرة مع مهدي، ولكن لدينا صافرة وخطأ، واعتقد بطاقة، اعتقد بطاقة راح تكون حكم المباراة ما أشار لوجود بطاقة مع أنها لا تحدث عنها. طبعا هذه الأمور التحكيمية كل يعلم لا تدخل في الأمور التحكيمية، إن كانت على مستوى البطاقات، حالات تسلل، الأهداف الشرعية والغير شرعية. لدينا برنامج مختص وبالتالي نتحدث بأريحية تامة في برنامج الحكم، والكل يتابع ويشاهد هذا البرنامج. هنا اللاعب عمر عدنان اللي كان واضح الصورة من قبل، أيضا علي محسن رقم 19، وهم بدلاء بكل تأكيد يعني من خلال الشوط الثاني لفريق الكهرباء. كرة ملعوبة الآن، تمرير للبرازيلي جيفرسون، أمجد وليد، جيفرسون مرة أخرى، محاولة مستمرة الآن لفريق الشرطة، وصلت لعلي فاز، تمرير مهدي، مهند عالية وراسية عن طريق علاء عبد الزهرة، ولكنها وصلت لعمار، وصلت لحارس المرمى. دقائق العشر الأخيرة، ولكن أعتقد بأن هنالك هدف هنا لعادل الهدف الجميل، هدف التعادل اللي كان عن طريق مصطفى. الله الله على هذا الهدف، الهدف الرائع، على أثرها بطبيعة الحال طرد، يعني هو لديه بطاقة، وبعد فلع القميص تلقى البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي ترك المباراة بهدف للذاكرة، طبعا للتاريخ، بهدف جميل. خلدون الآن، خلدون عزيز، ورمية التماس لفريق الكهرباء كما ذكرت، يعني اعتقد بان هنالك هدف قادم، هدف للشرطة ربما بعد هذا الاستحواذ والانتشار، او ربما يسجل الكهرباء من كرة مرتدة. ننتظر واياكم الدقائق العشر الاخيرة، و الهدف ربما يكون قادم في الدقائق القادمة. أحمد باسل حارس المرمى، وكرة في وسط الملعب الآن، هنا حسام كاظم حكم المباراة قريب. إبراهام الآن، وصافرة وخطأ، إبراهام واعتذار، وبالتالي مع ياسر نعيم. كرة ملعوبة أمامي الآن، وصلت لفيصل،
بعد ذلك التمرير لمهدي. تمرير الكرة الآن. إبراهام. مرر لحسام. حسام بكرة عرضية عالية. فريق الشرطة والمحاولات مستمرة الآن. مهند 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 يحاول عالية وراسية، ولكن الكرة كانت عن طريق اللاعب جيفرسون. هي كرة لعلاء عبد الزهرة، ولكن المدافع كان أقرب والتغطية كانت حاضرة. قراءة جيدة بتمركز ممتاز كان في اللقطة الماضية لمدافعي فريق الكهرباء. هنا علي فائز. أمجد وليد. وكرة فيها تمرير. أمجد مرة أخرى. حسام. عرضية للأمام. مهند يحاول، والكرة بعد ذلك وصلت لعمار علي. عمار علي. هنا على عبد الزهرة محاولاته من خلال هذا اللقاء مستمرة، وبالتالي عد من يأتي بهدف النقاط الثلاث؟ علاء عبد الزهرة، مهند علي، أو بالمقابل أبو كونيه، ياسر نعيم. هذه الأسماء أو ربما بقية اللاعبين. نقاط ثلاث ثمينة تنهي المرحلة الأولى بثلاث نقاط بانتصار. شيء جميل ورائع. أمجد وليد كرة عرضية خطيرة. أوه. عمار هو من أبعد الكرة الماضية. هو من أبعد الكرة الماضية والمحاولات المستمرة من علاء عبد الزهرة، ولكن حارس المرمى اللي تفوق من خلال اللقطة الماضية وأبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية. ركنية، ست ركنيات للشرطة ولغاية الآن ولا ركنية لفريق الكهرباء. وصولا للدقيقة 83. تغيير الآن علي خالد. علي خالد. توجيهات مستمرة وأيضا تغييرات مستمرة بالنسبة للكادر التدريبي بقيادة المدرب عباس عطية. السلام يا عمار. ضربة ركنية الآن لفريق الشرطة. بكونيه هو من سيترك أرضية الملعب. وعلي خالد هو من سيشارك الآن بديلا لأبو كونيه. تغيير. ضربة ركنية الآن. علي فاز أرسل الكرة ولكن بعد ذلك تبعد والمحاولة مستمرة الآن. عادت لفريق الكهرباء مرتدة. تبعد عن طريق أمجد وليد إلى خارج أرضية الملعب. ولدينا رمية تماس. تماس الآن. تماس ل سيف. سيف حاتم. كرة في وسط الملعب. تمرير إلى جهة اليسار. هجوم الآن لفريق الكهرباء. وخطا فادح. جول. اوهو جول ثاني للكهرباء. جول ثاني للكهرباء في وقت قاتل في الدقيقة 87. في الدقيقة 87 قبل قليل ذكرت بأن هنالك هدف. نعم ذكرت بأن هنالك هدف. ويظهر الآن يظهر مراد. مراد مراد محمد يظهر. وبالتالي هدف ثاني. هدف للكهرباء بخطأ من قبل المدافع وحارس المرمى
وبالتالي هدف ثاني الآن للكهرباء، يسجل هدف ثاني وتحت أنظار جماهير الشرطة، تحت أنظار باكيتا، تحت أنظار الجميع. وذكرت بأنه الهدف الثاني قادم. نعم هي مباراة واضحة فيها الأمور تشير على أن هنالك هدف ثاني قادم. علي فاز أخطأ، وبالتالي الإبعاد كان خاطئ، ومن ثم برافو 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 للاعب مراد هو من كان حاضرا في اللقطة الماضية، هو من سجل، هو من استغل الخطأ. وياهي فرحة بالنقاط الثلاث، وياهي فرحة بهدف في وقت قاتل، هدف في وقت قاتل. عاد الشرطة الآن يعود ويتعادل أو تنتهي المباراة وتنتهي المرحلة الأولى بالنسبة لفريق الكهرباء بأروع ما يكون. هنا حسام كاظم أمامي الكرة، إبعاد عن طريق آيات كريم، مرتدة الآن، مرتدة لفريق الكهرباء، محاولات مستمرة، وعلي محسن تمرير الآن، كرة ملعوبة الآن، فريق الشرطة عليه أن يكون مغاير في المرحلة الثانية، عليه أن يعيد حساباته من خلال المرحلة الثانية. فيصل، مباريات الأخيرة لفريق الشرطة من خلال هذه المرحلة، أتحدث عن آخر المباريات، لم يكن جيد. وبالتالي الكرة إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية الآن، أحمد محمد الآن بدينا لإبراهام أو لاعب آخر. على كل حال ضربة ركنية الآن لمصلحة الشرطة، عسى وأن الخروج من المباراة بنقطة التعادل. علي فاز هو من ترك أرضية الملعب، وبالتالي الكرة إلى ركنية أخرى، ضربة ركنية تنفذ الكرة عالية، إبعاد عن طريق الحارس عمار. ياهي نقاط إذا ما انتهت المباراة في هذه النتيجة، ياهو انتصار إلا إذا في هذه الكرة. ومهند، مهند اللي عمل كل شيء من خلال هذا اللقاء، وفي هذه الكرة اللي كانت أيضا خطيرة. وبالتالي شاهدنا كرات علاء عبد الزهرة، شاهدنا كرات مهند وضياع الفرص بالنسبة لهذا اللقاء. ولدينا 5 دقائق سنلعب حتى الدقيقة 95 يا باكيتا. كرة ملعوبة الآن، علي فايز، نعم هي مؤلمة بطبيعة الحال، يعني وأنت تخطأ في مباراة وفريقك قادم من خسارة، فريقك في المباريات الأخيرة ما قدم نتائج، جمهور زعلان، كل تأكيد الزعل من قبل جماهير الشرطة، ولكن على الشرطة أن يعيد حساباته من خلال يعني ما بين المرحلة الأولى والثانية التوقف. وأكيد أعتقد سيكون هنالك يعني أمور ستتغير، أمور ما بين المرحلة الأولى والثانية، وسيكون الشرطة في المرحلة الثانية مغايرة أيضا. هذا الحال نتمناه أن يكون مغاير
بالنسبة لفريق الطلبة من خلال المرحلة الثانية. يا أخي هذه الفرق الجماهيرية، وبالتالي عاد من خلال هذه الجولة فريق الميناء عاد يعني انتصار، وفريق الميناء اللي عودنا بتقديم نتائج مميزة وهو يمتلك أيضا قاعدة جماهيرية كبيرة، أتمنى أن يكون حضوره من خلال المرحلة الثانية أيضا حضور جيد. عاد الزوراء والقوة الجوية أمورهم عال العال. بقية الفرق أتحدث عن صناعات الكهربائية اللي كان أيضا في الجولات الأخيرة الماضية كان جيد، مع أنه كان لديه إخفاق بهذه الجولة. كرة أمامية الآن، ضربة رأسية إبعاد إلى خارج أرضية الملعب. كرة ملعوبة الآن عرضية عالية داخل منطقة الجزاء ورأسية، هنا أمجد وليد لمسة يد وصافرة وخطأ، لمسة يد وصافرة وخطأ بقرار من حكم المباراة زيد ثامر. هنا سيف الآن أمامي الكرة، فيصل هنا اللاعب عمر عدنان واحد من البدلاء. دقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، والشرطة يحاول أن يعدل الأمور. كرة عرضية ورأسية داخل منطقة الجزاء والكرة بعد ذلك تبعد. حسام كاظم اصطدت بحسام إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. سيف للمرة الثانية، وهنا الإعادة. كرة اللي مرت من أمام علاء عبد الزهرة اللي حاول كثيرا من خلال هذا اللقاء أن يسجل. في بعض المباريات يعني لدينا بعض اللاعبين جماهير الشرطة والصورة واضحة ولا تحتاج إلى تعليق. أتحدث عن الجماهير وأتحدث أيضا عن اللاعبين عفوا المهاجمين في بعض المباريات يعني من أنصاف الفرص يسجلون، وفي بعض المباريات والله يعني الفرص تكون متاحة للتسجيل ولكنه لم يسجل. اليوم علاء عبد الزهرة لم يكتب له التسجيل من خلال هذا اللقاء، وبالتالي يعني المباراة بهذا الحال وبهذا الانتصار لفريق الكهرباء على حساب الشرطة من خلال آخر مباريات المرحلة الأولى الجولة 19، فوز فريق الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد لفريق الشرطة. مبروك للكهرباء، للاعبين، لعباس عطية الكادر التدريبي، هاردك لفريق الشرطة وجماهير الشرطة والكادر التدريبي. حتى التقيكم في مباريات أخرى، تقبلوا تحيات معلق المباراة علي الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.